شوفوا المثال هذا وتدبروه وعيشوه معايا، ترى مهم جدا في هذا الزمان خصوصا. نوح عليه السلام أتاه النص الإلهي، أمر من الله من السماء، واصنع الفلك. مباشرة نوح يصنع الفلك في الصحراء، في الصحراء. فأتوه الناس أصحاب العقول، ها يا نوح، يا نوح سفينة في الصحراء، يا نوح بالأمس نبي الآن نجار، ويضحكون ويضحكون. ونوح ينظر، لا يهمه، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى هو الأهم. فكانت هذه السفينة التي كانوا يضحكون عليها بالأمس هي وسيلة النجاة الوحيدة. امتثال النص مقدم على تحكيم العقل. والعجيب يا جماعة إن في بعض الناس حتى لما يشوف العذاب ما زال مقتنع إنه عقله مقدم على النص الإلهي. شوفوا نوح لما طلع السفينة وجات الأمواج اللي هي تجري بهم كالجبال، شاف ابنه نوح بالنص الإلهي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابن بالعقل قال: سآوي إلى جبل، إلى جبل يعصمني من الماء. نوح عاد إلى النص، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا يغرقك عقلك بعدم امتثالك للنص.